السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية وتغطية خاصة وطبعا الحديث عن الفساد وحرب الفساد. ما يعني المرحلة القادمة هي مرحلة الحرب على الفساد، أما مرحلة الإعمار والاستقرار قد تكون مواكبة، قد تكون بعد ذلك، لأن لحد هذه اللحظة لا نعلم يعني موضوع الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات. يعني الحكومات ثبتت موعد يوم 12 آيار، استبدلت من بدل 15 آيار، لذلك بسبب أنه شهر رمضان المبارك سيكون يعني غرة شهر رمضان تكون يوم 15 أو 16، فاستبدلوا بيوم 12 حتى تكون هناك عملية انتخابية للمواطنين، وما تضايق المواطن اليوم إذا رغب المواطن بالذهاب إلى الانتخابات في آيار المقبل. هذا جانب من جوانب الذي يمكن برز موضوع الفساد أو الحرب على الفساد، والآن أصبح متداول وعلى لسان الكثير من السياسيين. اليوم الجميع يوافق ويؤيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بحرب على الفساد، لكن بالمقابل رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن هناك من يحاول التضليل أو تضليل الرأي العام بقضية الفساد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك أن يقول أن المواطن، يبدو أن اليوم المواطن والسياسي يستعجلون بالحرب على الفساد. قضية الحرب على الفساد على لسان العبادي رئيس الوزراء حيدر العبادي يقول أنها ليست حرب إعلامية أو انتخابية، هناك ملفات. يعني قبل ما نتناول موضوع حرب الفساد، ملفات أخرى، موضوع الموازنة، يعني أيضا موضوع مهم جدا، الموازنة العامة لا نعلم كيف سيكون مدى يعني قدرة أو نفسية أو محبة السياسيين لتمرير هذه الموازنة لعام 2018، وخصوصا حسب لسان الكثير من السياسيين أنه هذه موازنة الانتخابات أو موازنة العملية الانتخابية، أما بقية الموازنات فقد مررت بدون إشكالية وتوافقات سياسية كانت موجودة، أما هذه الموازنة يبدو أن هناك إشكالية، بعض من بنودها حقيقي والبعض الآخر يراد من عنده نفس سياسي أو اتجاه سياسي آخر مغاير لما تذهب إليه العملية السياسية من مسار خلال الأعوام القادمة. الحرب على الفساد وملف الموازنة وكذلك ملف إيرادات الكتل السياسية دائما سيكون مطروح خلال الأيام القادمة، لأن غير هذه الملفات ما أعتقد، لأن الحمد لله احنا اليوم حققنا انتصارات كبيرة وحققت القوات الأمنية انتصارات كبيرة على داعش، والعراق يعني قاب قوسين أو أدنى من إعلان إنهاء هذا الملف، ملف داعش من العراق، على الرغم من بعض المخاوف على أن وجود جماعات أخرى، هذه ما نعلم مصداقيتها من تأكيدها بهذا الموضوع، نترك هذا الموضوع للقوى الأمنية أو للعمليات المشتركة أن تحدد هذا الموضوع، موضوع الجماعات الجديدة. لكن اليوم حربنا أو الحرب المعلنة على الفساد سنتكلم وسنتوسع بهذا الموضوع وسنأتي على تفاصيل كثيرة أثناء ما نتحاور ويا، وانضم لنا في هذه اللحظة السيد علي الزبيدي الباحث في الشأن السياسي والأمني. مرحبا بك أستاذ علي. حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ علي. يعني اليوم تعرف أنه شعار الكثير من الكتل السياسية بل الكثير من السياسيين، بما أنه إحنا في سنة انتخابية، أنه تأييد الحرب على الفساد، وهناك كثير من الملفات المشتبه بها والملفات التي تم أو التي يحقق فيها. لكن اليوم كيف سيقدر أو يستطيع العبادي أن يستخدم هذا الملف، وبما أنه اليوم هو في متناول وعلى لسان الكثير من السياسيين؟ نعم أستاذ أحمد، أستاذ أحمد يجب أن نفرق يعني في هذه الحرب بين حرب الفساد وحرب المفسدين. حرب الفساد أعتقد هي استراتيجية الأكثر سريعة، أما حرب الفساد فأكيد تحتاج إلى آلية واستراتيجية بعيدة المدى، تحتاج إلى عمل حقيقي ورؤية كبيرة واسعة تبدأ من المدارس الابتدائية والمؤسسات الثقافية مرورا بالتشريعات القانونية.
اليوم السيد العبادي اعتقد هو امام معركه مهمه، لطالما الشعب العراقي انتظر هذه المعركه، لان هذه المعركه حقيقه كلفت العراق كثيرا حتى دخول داعش. استاذ احمد يعني جنابك والكل يعرف انه كان نتيجه وليس سبب للفساد الاداري، بالتالي الحرب على الفساد اعتقد هي حرب اصعب من الحرب العسكريه والامنيه. نعم. اليوم السيد العبادي يحتاج الى حقيقه وضع استراتيجيه دقيقه جدا حتى يتوصل الى نتائج ايجابيه، حتى نتحول من مرحله الشعار الى مرحله المبادئ. جنابك اسلمت في بدايه كلامك قلت ان هنالك الكثير من الاحزاب، كثير من المؤسسات اللي اطلقت موضوع محاربه الفساد، ولكن كان للاسف عباره عن شعارات وكلمات فاضله ليس لها معنى او تطبيق على واقع الحال. اليوم السيد العبادي امام تحدي كبير، لذلك الكل يترقب سواء الشركاء في العملية السياسية أو الشعب العراقي في هذه المعركة. نعم أستاذ علي، يعني كيف سيكون للسيد العبادي رئيس الوزراء استخدام هذه الاستراتيجية اللي تفضلت بها حضرتك، وكيف سيفاجئ الفاسدين في المرحلة المقبلة؟ أستاذ أحمد، إذا ما قلنا وسلمنا أنه هم هي بمثابة معركة، وقلنا هي معركة، المعركة من شروط نجاحها والانتصار فيها أن تختار حقيقة الخطلة الزمنية والخطلة المكانية بتوقيتات دقيقة جدا، وبالتالي توقيت حرب إطلاق حرب مكافحة الفساد من قبل السيد العبادي يبدو أنه لديه رؤية أصبحت في هذا الموضوع على أقل تقدير في موضوعة الفاسدين. يعني أؤكد أنه يجب أن نفرق بين حرب الفساد وحرب المفسدين. حرب الفساد هي الأكبر والأصعب وهي حقيقة تحتاج إلى تشعبات كثيرة. حرب المفسدين أنا برأيي هي أسهل رغم صعوبتها في المرحلة الحالية، هذا إلى ما أخذنا بنظر الاقتباس أنه أغلبية سياسة العراق للأسف أصبحوا متورطون في هذا الملف. لذلك على السيد العبادي أن يكون دقيق باختيار التوقيتات لهذه المعركة، وأنا برأيي البسيط أعتقد هو يمتلك هذه الرؤية من خلال مجموعة المستشارين الدوليين الذين استعان بهم سابقا، هيئوا له الأرضية الكاملة من خلال مراقبة الملفات في كل الوزارات والهيئات. بهذه النقطة أستاذ علي إذا سمحت لي، بهذه النقطة أنه لدى العبادي رئيس الوزراء مستشارين دوليين بموضوع كشف الفساد، وهو أعتقد في أغلب الملفات غير مخفي وأمام أنظار الكثير، لكن هل يستطيع العبادي تضمين هذه الملفات بعد كشفها والتحقيق فيها قانونيا؟ وان هنا اشاره من السيد القاضي بيرقدار يقول ان القانون العفو العام شمل كثير من الفاسدين. خب هاي راح تكون مراحل، يعني اذا للاسف اذا كانت الرؤيه الحكوميه بهذا المستوى انه مجرد كشف المفسدين وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم وبالتالي بعدين يكون النتيجه اخراجهم بهذه القوانين الفضاء، اعتقد هذا الموضوع سوف لا يتعدى الدعاية الانتخابية أو محاكاة العواقب. أما نعم. إذا كان السيد العبادي فعلا جاد في محاربة الفساد والمفسدين فعليه طبعا، بالمناسبة هنالك تفريق من الناحية القانونية، الفقر التقليدي أستاذ أحمد لا تمتلك سوى كشف الفساد والمفسدين وتقديم الملفات والأدلة الدامغة التي تبين جرائمهم. أما الموضوع الثالث فهو من مسؤولية القضاء العراقي، ومن خلال الدستور الكل يعلم هنالك فصل بين عمل السلطات، السلطة القضائية اعتقد في هذه الحرب تتحمل يعني العبء الأكبر والمسؤولية الأكبر. لذلك من ضمن الرؤية التي المفروض أن تكون حاضرة للحكومة، حكومة السيد العبادي، أن يكون هنالك تنسيق كبير بين السلطات الثلاث أو إعداد غرفة عمليات لهذا الموضوع. إذا كان الموضوع فردي من قبل السلطة التنفيذية اعتقد الموضوع سوف لا يتعدى أكثر من موضوع الكشف، أما موضوع المحاسبة فهو من مسؤولية القضاء. نعم. طيب أستاذ علي، هناك يعني حرب قائمة على ملفات سابقة وملفات جديدة أخرى تستحدث فتحها، وخصوصا مع قرب الانتخابات، يعني هل سنرى في الأيام المقبلة حرب، يعني إذا صح التعبير، حرب بالمعية تجاه العبادي أحزاب، أم هناك تشتت وتشظي بالكتل السياسية حول موضوع الفساد بالذات؟ خب يعني حاليا الأرضية مهيئة سعد أحمد، يعني أمام السيد العبادي
الانتقال من الحرب العسكريه والامنيه والخروج خروج الحكومه العراقيه منتصره مع وجود حقيقه الدعم الدولي اللي في هذه المعركه يحتاج الى دعم عربي واقليمي ودولي، اعتقد اصبحت الظروف مهيئه، لذلك استثمار هذه الظروف اصبح ملح وواجب على السيد الابادي ان يوظف في حاله صحيحه. حتى موضوع في التعاون وعدم التعاون في هذا الموضوع، خب هذه الحرب ليست كيفيات، هنالك قوانين، هنالك ملفات، السيد العبادي عليه من الناحيه الشرعيه من الناحيه القانونيه ان يكون شجاع وجاد في هذا الموضوع، اعتقد هو جاد هذا الرجل في هذه الموضوعات، لذلك اليوم نحن امام قوانين يجب ان تطبق ابتداء من راس الهرم ونزولا. الكل يعلم هنالك محاربه للفساد ولكن الفساد الصغير، يعني الموظف البسيط، الدرجات الخاصه كانت مستبعده من هذه الحرب، الحرب الجاده، يعني القرارات القضائيه الجاده باتجاه الدرجات الخاصه، اعتقد الموضوع لحد هذه اللحظه بعيد، لذلك اليوم السيد العبادي يراقب من قبل الشعب على ان يكون هنالك فعلا فعاليه جاده باتجاه الدرجات الخاصه، يجب ان نرى هنالك مدراء عامون ووكلاء ووزراء ان يكون حاضرون في هذه المعركه، يجب ان يكون هنالك خلف القضبان شخصيات لها وزنها داخل العمليه السياسيه، هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار انه الفساد المالي والاداري كلف العراق كثيرا، لذلك اليوم يجب ان تكون لدى السيد العبادي اهداف نوعيه من خلال هذه المكافحه، والا سوف تكون حقيقه الحرب بنظر الشارع العراقي عباره عن بالون وللاسف لا يكون له نتائج ايجابيه على المستوى الشعبي. طيب على ذكر طاري الحرب النوعية وبالنسبة للفساد، وإذا جاز التعبير وأطلقنا على موضوعة الفساد على أنه طبقي بشكل عامودي، هل سيعتمد أو سيعمد العبادي على الإطاحة برؤوس كبيرة مفسدين أو فاسدين كبار، أم سيتجه باتجاه قص الأجنحة؟ أستاذ أحمد يعني أعتقد السياسه لدى العبادي انا برايي يعني الخاص والمخفي على الموضوع يجب ان يذهب الى الرؤوس مباشره. حرب الاجنحه اعتقد هذه قد تكون استخدمت كثيرا في الحرب العسكريه والامنيه، وتلك الظروف التي قد تكون اجبرت الحكومه العراقيه من باب تخفيف الخسائر، ولكن الان اذا ما فكرنا في هذه الحرب اعتقد سوف لا تكون لها ردود ايجابيه لدى الشارع العراقي، لذلك السيد العبادي ومن خلال مراقبه الاحداث الاخيره اعتقد سوف يعمل الى ضرب الرؤوس وبالاتجاه العمودي ثم يتجه الى الاتجاه الافقي، يعني الساسه الكبار هم المستهدفون. موضوع اسقاط او تسقيط اعتقد احنا بعيدين عن النوايا. ننظر الى الوقائع، الوقائع تحتم على السيد العبادي ان يكون جاد. الفساد نخر جسد الحكومه العراقيه، كلف العراق كثيرا سواء على المستوى المادي او المعنوي، لذلك اليوم السيد العبادي مطالب وهذه المطالبه لديه فيها دعم حقيقه كبير على مستوى المرجعيه، مرجعيه النجف، مرجعيه دينيه على مستوى الشارع العراقي، وحتى مثل ما اشرت في بدايه كلامي الدعم العربي والاقليمي في هذا الموضوع، هنالك دعم كبير للسيد العبادي، واذا ما فكر حقيقه بولايه ثانيه وهو يستحق فيجب ان يكون مؤدي لشروطها، ومن شروط هذه الولايه ان يكون محاربا لرؤوس الفساد وليس الاجنحه. الاجنحه اعتقد لا تشفي غليل الشارع العراقي ولا تاتي بنتائج ايجابيه على الاداء الحكومي. نعم استاذ علي، على طاري انه الولايه الثانيه اذا سلمنا، واليوم اغلب الكتل السياسيه او بعض السياسيين يشيرون الى ان هناك كيفيه او مقبوليه لاعطاء العبادي رئيس الوزراء الحالي لولايه ثانيه، لكن اذا ما نظرنا بالجانب الاخر من الحرب على الفساد، غالبيه الكتل السياسيه هي من تتهم وهي متهمه بالفساد، كيف سيكون العبادي في حربه على الفساد انتقاء حلفاء بالانتخابات القادمه حتى يكون له ولايه ثانيه؟ يعني الاولى الانسان ان يطبق الامور، يبدا ببيته ثم يخرج الى الجار. انا اعتقد ذكرتني بنقطه مهمه حقيقه، السيد العبادي مطالب ان يذهب الى دوله القانون ابتداء ومن ثم ينتقل الى باقي الاحزاب، اذا ما عمد الى هذه الخطوه فانه سوف يكون حقيقه سليم السريره والنوايا، ويعطي رساله الى الجميع انه فعلا جاد بعمليه محاربه الفساد، ودليل ذلك انه بدا المكون الاقرب الذي ينتمي له ثم انتقل الى باقي المكونات،
هو المفروض من خلال هذه المعركة إذا كان هنالك رؤية إدارية مهنية في هذه المحاربة لا ينظر إلى المسميات، ينظر إلى الأسباب التي أدت إلى تفشي الفساد في الحكومة العراقية. وبالتالي إذا ما أخذنا هذه الأمور المهنية يجب أن نبدأ بأولويات، وتحديد الأولويات هذا يقدر للمستشارين الذين كلفوا على هذا الموضوع. أنا أعتقد الرؤية أصبحت واضحة، المعركة معالمها واضحة، المفسدين والفاسدين للكل أصبحوا واضحين. لذلك السيد العبادي لا يمتلك مجال المراوغة بصراحة في هذا الموضوع، يجب أن يكون جادا مقتدرا ويبدأ كما أسلفت بداية كلامي في بداية البيت الذي ينتمي له وهو دولة القانون أو تحديدا حزب الدعوة. إذا ما عمد إلى هذا الموضوع أعتقد سوف تكون هنالك أريحية له في مقبولية كبيرة للدورة القادمة. والكل يعلم من يقرر الولاية الثانية ليس الشارع العراقي للأسف، وإنما المكونات السياسية من خلال التحالفات التي تأتي بعد الانتخابات. هذه الأمور أعتقد وضعت بنظر الاختبار من قبل السيد العبادي ومستشارين. نعم، طيب، يعني من جانب الإقناع وإقناع الجمهور، يعني المواطنين العراقيين يحتاج إلى قناعة موضوعية لا قناعة إعلامية. لكن لنتساءل ونفتح ملف آخر اليوم، يعني هل ترى أو تؤيد نظرة بعض المراقبين بأن ضرورة أن يكون البرلمان العراقي بجميع أطيافه وكتل السياسية مواكبا لما تبقى من هذا العمر بسن قوانين تساعد العبادي على استكمال المرحلة القادمة بالحرب على الفساد؟ خب أحسنت أستاذ أحمد، أنا أعتقد قد يكون شرط يعني مكانة واضحة. إذا ما سلمنا لموضوع الفصل بين السلطات من خلال الدستور العراقي، فمهمة مكافحة الفساد هي ليست من مسؤولية السيد العبادي وحده. نعم. يحتاج طبعا إلى دعم البرلمان العراقي لأكثر من قرار، ابتداء من الناحية القانونية يحتاج إلى تشريعات تتناسب حجم الفساد الكبير. الكل يعلم موضوع التشريعات في العراق، هنالك تشريعات كثيرة جدا تحتاج إلى تقنين وتحتاج إلى تشريعات جديدة تساهم في تحجيم الفساد والمفسدين. هذا جانب. الجانب الآخر، البرلمان هو عبارة عن مكونات حزبية وسياسية، وبالتالي هذا البرلمان مطالب أن يكون هنالك له تهيئة نفسية وأن يكون قابلا للعملية التي يقدم عليها السيد العبادي، وهي موضوعة مكافحة الفساد. هذا الموضوع أصبح مطلب من قبل مرجعية دينية، من قبل الشارع العراقي، من قبل منظمات المجتمع المدني. لذلك البرلمان اليوم ليس مخير في هذا الموضوع، عليه أن يكون جاد. وإذا ما كان حقيقة بعيد عن هذه المعركة، فأعتقد للشارع العراقي رد في الانتخابات القادمة. نعم، الباحث في الشأن السياسي والأمنية السيد علي الزبيدي، شكرا لك ولهذه الإيضاحات. يعني واضح أن اليوم المواطن العراقي ينتظر من العبادي وينتظر من البرلمان العراقي الكثير والكثير، خصوصا في مسألة الحرب على الفساد. إذا كانت فقط شعارات، فالشعب العراقي متعود من الشعارات السابقة والدورات السابقة وسمع الكثير من عمليات الحرب على الفساد. أما إذا كانت هناك جدية، فأيضا الجدية تحتاج إلى قوانين وتحتاج إلى واقعية على الأرض حتى ينظر المواطن أن هناك تغيير بالأنفق. بعد الفاصل سيكون لنا حديث مطول عن تصريحات السيد العبادي خلال المؤتمر أو مؤتمره الأسبوعي. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دائما ما عودنا رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال المؤتمر الأسبوعي لرئاسة الوزراء يوضح الكثير من القضايا، سواء القضايا اللي يتناولها الشارع العراقي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو حذر يعني في مؤتمرات كثيرة وفي تصريحات كثيرة حذر المواطن العراقي من مغبة الاستماع على بعض المواقع، من نشر أكاذيب وما إلى ذلك، وحتى وإن كانت حقائق فحقائق مسربة تحتاج إلى بعض التعديلات أو بعض التفصيلات. لكن قضية مهمة أثارها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهي قضية استعجال
المواطنين وكذلك الكتل السياسية بموضوع الحرب على الفساد، لنستمع إلى ما جاء. راح جهدنا في مكافحة الفساد مستمر. أنا أدري المواطنين مستعجلين، أنا أدري كتل سياسية عن عمد تصعد منسوب التوقع. تذكرون صعدوا منسوب التوقع أثناء حربنا مع داعش، كانوا كأنه يكون نقضي على داعش ليلة وضحاها. شلون داعش دخلت وسيطرت على مناطق 3 أيام، لأن يعني البعض بسهولة للأسف سلموها، للأسف أقول يردون بنفس الطريقة فترة قياسية نقضي على، قاموا يحملون المسؤولية كأنه إحنا دخلنا داعش، وبالتالي كانوا يحملون رأسا يصعدون التوقع كان يكون نحل نحرر الموصل خلال أسبوع، وهذا التوقع كان هدفهم حتى يفشلونه. لما صارت الأزمة مع بعض قيادات إقليم كردستان حول كركوك والمناطق المتنازع عليها، أيضا صعدوا الموضوع، صعدوا يوصلوا إلى مستوى أزمة، وحلينا أكثر من توقعاتهم وبؤس البعض اللي هو للأسف لم يحقق شيئا خلال كل تلك الفترة. البعض للأسف سلم هذه المناطق على طبق من ذهب بلا داعي. أنا مو ضد مواطنين الكرد، مواطنين كرد كالمواطنين العراقيين الآخرين، بس عندنا دستور وعندنا قانون، هاي أرض متنازع عليها تخضع لسلطة الاتحاد العراقي، كيف سلمت هذا يحتاج إلى كلام آخر. الآن الحمد لله تم الاستعادة كما قلنا في السابق، تحدثنا قليلا والحمد لله فعلنا كثيرا. ملف الفساد جاي، ما يضحكي كثير، أكو ينشرون قوائم، ينشرون وثائق كاذبة غير صحيحة، يتهمون مختلف المواطنين، ما أريد أنجر معهم إلى أكذب هذه وأكذب هذه، كذبهم هواي للأسف، ياهو تلزمها، كذبهم كثير. أكو جهات انتخابات قريبة، حاولوا يفشلون في عملية التحرير، حاولوا يفشلون في الملف الاقتصادي وما نجحوا، حاولوا يفشلون في توحيد البلد عبالهم يفككون بلد حتى الأمور تخلو لهم ويعيد. طبعا واضح من خلال حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي والحرب القائمة على حربه على الفساد، يعني بعض المواطنين للأسف يصدق بعض القوائم اللي نزلت قبل فترة على موضوع استهداف شخصيات، وأن هناك قوائم وبدأت من ألف إلى باء وتداولتها. هذه يعني المواطن يقول إيه، بدأ فلان وفلان 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 وفلان، سيكون هناك حساب لفلان، لكن هذه هدفها مو غايتها أنه يدعم العبادي بحربه على الفساد، لا، غايتها أنه إذا ما صار شيء راح يقولون ها سمعت وشفت العبادي كذاب، مع احتراماتي لرئيس الوزراء حيدر العبادي. هنا المسألة، فكلام رئيس الوزراء حيدر العبادي أن هناك قوائم وما راح أنجر للقوائم، ذكر وقال أكو قوائم موجودة ومعدة بمسألة الفاسدين وهي خاضعة للتحقيق. يبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول تصدير رسالة أن حربنا على الفساد ستكون قانونية وليست انتقائية أو سياسية، مثل ما جرى سابقا في الدورات السابقة بالوزارات، يعني الدورات الماضية. اليوم إذا كان رئيس الوزراء حيدر العبادي متوجه إلى حرب الفساد، فهناك أيضا حروب ستشن أمامه ومعوقات ستوضع أمامه، وبدليل ما صرح به على موضوع الخصخصة وملف الخصخصة الذي أثير، يعني ما نعرف ليش صار له سنة ونص ما حد حكي به، واليوم بهاي الفترة تم إثارة هذا موضوع الخصخصة، وبدأت أنه موضوع حقيقة هناك ظلم بهذا الموضوع، موضوع الخصخصة. وزارة الكهرباء وضحت أنه هو عقد داخلي لجباية الكهرباء وليس لموضوع خصخصة الكهرباء، وهذه التفاصيل نتركها للرئيس الوزراء حيدر العبادي راح يفصلها ويوضحها بخلال هذا التصريح. مع احترامي كل المواطنين اللي يثيروا لهم حق، ولهذا شكلت لجنة عليا من الخبراء والاختصاصيين والأكاديميين ينظرون بالموضوع، ولهذا طلبت كل من عنده من القادة المحليين ليعدهم اعتراض، أريد أسمعهم، أنا أريد نسمعهم ونشوف شنو حتى نعدل المسيرة، لأن إحنا شركاء في هذا الوطن. بس صار لسنة ونص، ليش الآن يثار قبل الانتخابات 6 أشهر؟ سؤال وجيه. بعدش عندهم كارتات، أكو عندهم الآن هذه حملة موجهة من البعض، أنا ما أتهم الكل، لأن أكو ناس عندهم رؤية في هذا الموضوع، أنا أحترم هذه الرؤية،
بس أكو هدف سياسي آخر من إثارة اللغط، من إغراق البلد، محاولة كل شيء يحصل تحريفه، وهم أيضا يضعون جواب عليه. اليوم إحنا الحمد لله إجراءاتنا لمكافحة الفساد تسير على قدم وساق. يوم أمس كانت هناك اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الفساد، هناك مجموعة إجراءات واتجاهات، توجد قوائم معدة في هذا الجانب خاضعة للتحقيق. أنا ما أريد أتكلم أكثر من هذا، وإحنا راح نفاجئ الفاسدين. الفاسدين يعرفون ايش أسوي، يعرفون، ولهذا دي يستعجلون، والحمد لله كلهم بدأوا يتبرون. بس أكو البعض يقولون هذا دي يصير سياسي، شنو كانوا يردون أطلحة وأني دا حارب داعش نفس الوقت حتى يصيرون ويا داعش؟ يردون كانوا أطلحة وأنا إذا وحد البلد حتى يفرخون البلد؟ قطعا المعارك تجي واحدة ورا الأخرى. الآن إحنا للتو انتهينا معركة داعش للتو، والحمد لله قضينا على مؤامرة تقسيم البلد. الفساد يجب أن نحاربه، لا هي قضية انتخابية ولا هي أيضا قضية سياسية، هاي قضية جريمة، سرقة أموال الشعب وأموال الناس. يعني واضح جريمة، سرقة أموال الشعب، واضح العبارة، واضحة من رئيس وزراء عراقي يقول أن موضوع الفساد أو سرقة أموال الشعب جريمة وليست قضية سياسية أو انتخابية. لكن السؤال مو بس فقط لماذا أثيرت هذه الملفات، يعني رئيس الوزراء قال ليش صار له سنة ونص، ليش قبل 6 أشهر من الانتخابات تم إثارة هذا الملف؟ لا، السؤال لماذا فقط الدعم علنيا وإعلاميا بمسألة دعم الفساد، لكن على الواقع نرى أن هناك من يحاول يعني وضع العقبات أمام أي جهة. يعني العبادي اليوم إذا هو اليوم راضي عليه الكتل السياسية بهذه الدورة المتبقية من عمرها تقريبا 6 أشهر، بالدورة الثانية يمكن تختلف الأمور ويختلف التحالفات، والعبادي الرجل يخرج من رئاسة الوزراء. أما القضية قضية استبدال وتسليم سلطة، فهذه قضية متوارثة، يعني كل 4 سنوات راح يجي رئيس وزراء. السياسيين أو الكتل السياسية إذا تحتاج إلى مسألة بلد أو بلد أو تأسس لبلد أو دولة أو دولة مؤسسات مثل ما نسمعها من الكثير من السياسيين، خلي يحدون حذو بدون الشخصنة، بدون النظر إلى شخصية رئاسة الوزراء، يعني سواء كان العبادي أو السيد المالكي سابقا أو قبل السيد إبراهيم الجعفري أو السيد إياد علاوي، لا ينظرون إلى مسألة رئاسة الوزراء كمسألة شخصية، أنه الشخص الفلاني إذا نجح لازم نحاربه وما نخليه لأن هذا راح يأخذها بشكل تام وعام. لا، القضية قضية سياسيين وقضية أحزاب وكتل سياسية، وأنتم دا تتقاسموها بالبرلمان بعد ما تكمل الانتخابات ويظهر عدد المقاعد لكل كتلة سياسية، يظهر شخصية بهم مؤيدين وبهم غير مؤيدين للشخصيات، ومن ثم سيختار رئيس الوزراء. بمعنى آخر أنه 4 سنوات تخلص لكن الوطن والشعب باقي، مو ب4 سنوات. فليش يعني تختارون شخصية أو تحاولون تمنعون شخصية تحاول الحرب أو شن الحرب على الفساد، وتأخذون هذا الشعار في سبيل أنه تسوقوه تسويق انتخابي؟ قضية أخرى أثارها رئيس الوزراء بمسألة المؤتمر الصحفي، وهي قضية قدرات العراق اليوم بالعلاقات الدولية. طبعا أثار قضية التوازن والنظام السابق وكيفية كان حصل مشكلة بين العراق ودول الإقليم وكذلك المجتمع الدولي، وكيف العراق كان يحاول إعادة العلاقة وتحسين الصورة. اليوم العراق تغير عما كان عليه، خصوصا بعد انتصاره على داعش. لنستمع إلى ما جاء فيه. هناك اهتمام دولي في العراق وبشكل متصاعد ومستمر قسم الصورة، وأن العراق بمجرد أن يحقق نصر الاهتمام الدولي به سينخفض، بالعكس الاهتمام الدولي بالعراق ازداد، لأن العراق حقق انتصارات. اليوم العراق قوي. البعض للأسف، تعرفون العراق منذ 2003 أو منذ 91، منذ 91 عندما دخل نظام البعث إلى الكويت العراق صار عليه حصار، تذكرون سنين الحصار الصعبة إلى 2003، وبعدها 2003 بعد سقوط النظام السابق إلى دخول داعش، طول هالفترة العراقي يحاول أن يحسن علاقاته الإقليمية ويحاول أن يحسن علاقاته بالمجتمع الدولي. جزء للأسف كثير منها ما نجحت في زمن النظام البائد، باعتبار أن النظام البائد نظام قام باحتلال الكويت و
وقام بالاعتداء وتهديد أمن المنطقة. بعد 2003 العراق أصبح صديق للمنطقة يفترض، والحكومات المتعاقدة متعاقبة على العراق منذ 2003 بصراحة كثير تنازلت، أرسلت وفود إلى الدول تحاول تحسن علاقتها، تفتح سفارات في بغداد، لم تأتي بنتيجة. اليوم العراق أصبح قوي. العراق اليوم أنا أتذكر قبل كانوا يرحون شبه يتوسلون، حتى الدول تفتح سفارات في بعضها، قرار مجلس الوزراء كان الغينا إحنا في قبل 3 اجتماعات أو 4 الحكومة العراقية تدفع رواتب لمنتسبي سفارات أجنبية حتى يجون يفتحون في بغداد. إحنا الآن العالم يقبل علينا اللي يفتح سفاراته في بغداد، الآن العالم هو يريد يتعامل مع العراق، الآن العراق قوي. أنا أستغرب البعض يخاف يقول العراق يخضع لنفوذ إقليمي. أي نفوذ إقليمي؟ العراق الآن هو عنده نفوذ لدى أولئك. الآن الدول بدأت تنظر إلى العراق كبير، العراق له وجود، هي تريد تتودد للعراق، أما بأسباب متعددة، قد عنده خشية أن العراق القوي أثر عليه يريد يكون علاقات قوية مع العراق، أو لأن العراق بالأخير أصبح دولة ذات شأن ونفوذ وتأثير. الآن إحنا نملك قوات عسكرية أقوى من أي قوة في المنطقة تقريبا، لأن قوة ما أتكلم عددا ولا أتكلم تسليحا، أتكلم إرادة وقدرة على القتال. هاي قوات قاتلت على الأرض، قاتلت أعتى منظمة إرهابية موجودة لم تكن تستطيع الدول الأخرى أن تواجه مثل هذه المنظمة الإرهابية، والحمد لله قاتلناها بشجاعة، قاتلناها باستبسال، وحافظنا على مدننا وأهلنا، مدمرنا. يعني نتمنى من خلال هذا الحديث أو هذا التصريح الصحفي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن تسمع غالبية الكتل السياسية وتنظر إلى العراق، خل تقتطع الفترة الماضية، يعني ما تنظر إلى الماضي وتحاول تستجلب ملفات أو أمور أو قضايا سابقة، أن تنظر اليوم العراق شلون صار وشلون انتقل. مسألة النفوذ أشار إلها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والجميع يجمع على أن النفوذ الإيراني موجود بالعراق، لكن هذا لا يعني أن العراق يعني بمعنى أنه ينفذ ما تمليه إيران. إيران لديها جارة ولديها مصالح في العراق وتريد الحفاظ على مصالحها من تهديدات خارجية، تنظر إلى التوجه الدولي سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من السعودية أنه تهديد لمصالحها في العراق، ومن حق العراق أن يحافظ أو يتمتع بتوازن دولي سواء كان من إيران من السعودية ومن الولايات المتحدة كقضية بلد مستقل وذات سيادة. هذا اليوم إحنا ننتظر من جميع الكتل السياسية أن تنفض يديها من غبار الماضي وتترك الماضي وتنظر إلى ما وصل إليه العراق. هذا أيضا يحتم على الكتل السياسية اليوم إذا كانت ناوية على مشروع جديد في الانتخابات القادمة أن تنظر إلى الجانب الأمني وقضية الحدود وغلق الحدود. اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي قال أنه عندنا مشروع نمتلك مشروع لإنهاء ملف الحدود اللي كانت تسلل من عنده عناصر تنظيم داعش، وسابقا كان تنظيم القاعدة، وما نعرف بعد داعش إذا ما تم التوافق الدولي بين مسألة الحروب، وهذا ما يجري اليوم باليمن وما يجري اليوم للأسف من توجه أمريكي لإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني. هذا موضوع آخر يمكن أن يؤثر سلبا على العراق. إذا كانت الكتل السياسية راغبة باستقرار الوضع في داخل العراق، تنظر وأن تساند رئيس الوزراء مو شرط العبادي، أي رئيس وزراء قادم، بملف الأمن الذي صرح به وذكر عن موضوع امتلاك خطة شاملة للحفاظ على الحدود. لنستمع الأخيرة لتطهير الجزيرة وجزء من الصحراء الغربية، وأيضا حماية الحدود العراقية السورية، وتحتاج إلى جهد كبير. تعرفون هاي الحدود مهملة لفترة حدود يعني مو بعد 2003، كانت مهملة حتى قبل 2003، يعني منذ الحرب العراقية الإيرانية تقريبا إلى الآن. فالآن عندنا مشروع كامل للسيطرة على الحدود بالكامل، حدود العراقية السورية، ووضعنا الخطة لذلك. إحنا الآن مسيطرين على الحدود بتقريب 650 كيلومتر، الباقي من الحدود التي يحتاج إلى السيطرة عليه 180 كيلومتر أو 200 كيلومتر، يعني ثلث الحدود أو أقل من الثلث، حوالي 35% أو ثلث الحدود، وبالتالي أقل من الثلث، يعني أقل من 30%.
وبالتالي الآن الجهد مركز على إنهاء هذا الملف بالكامل وإعلان إن شاء الله الانتصار النهائي العسكري على وجود داعش في العراق. اليوم لا يوجد أي وجود لداعش بالمسك، بس تعرفون هاي مناطق لم يتم الوصول إليها منذ فترات طويلة، صبخة حتى لا توجد فيها قرى في منطقة غرب الجزيرة، والعمليات الآن البطولية تتم. العملية الأولى اللي هي في منطقة الجزيرة اللي هي مناطق زراعية فيها قرى كثيرة تم تحريرها بالكامل وتم تمشيطها والسيطرة عليها، هي ما كان بيد الإرهاب ولكن الإرهاب كان يستخدمها مناطق انطلاق للقيام بأعمال إرهابية في مناطق أخرى. إحنا هذا اليوم بالمراحل الأخيرة نحيي جميع القوات على تجاوز هذه الصعاب، على القيام بأعمال بطولية وصلت إلى مرحلة مجرد وجود القوات يرهب داعش ويؤدي داعش إلى الانهيار. بالطبع عندنا قلق على استمرار تواجد إرهاب لداعش في سوريا، لا زالوا يسيطرون على بعض المواقع، على بعض المدن المتفرقة أو مناطق صغيرة متفرقة في سوريا، وربما يستمرون في القيام بأعمال إرهابية لأن سيطرتهم على هذه المناطق تؤهلهم بوجود مصانع لصناعة المفخخات وصناعة العبوات الناسفة. وبتحية رئيس الوزراء حيدر العبادي للقوات الأمنية، أيضا نحيي إحنا قواتنا الأمنية من الجيش، من الحشد الشعبي ومن الحشد العشائري وجهاز مكافحة الإرهاب، ونطالب السياسيين أن يحذوا حذو القوات الأمنية حتى يكون العمل مو فقط أمني، أن يكون العمل سياسي باتجاه تحرير وإعادة العراق إلى ما كان عليه. إلى اللقاء.